انطلقت يوم الاثنين بمراكش أشغال المناظرات الوطنية الثانية للصحة حول موضوع من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة. وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة المنظمة على مدى 3 أيام برسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين وارتلاها وزير الصحة السيد الحسين الوردي. توجه الحكومة كان دائما يعني منذ تعيينها يعطي نفس الأولوية لهذا القطاع، وهو يعني على عزيمة أن يستمر في هذا الاتجاه. والمناظرة التي تنعقد اليوم وغدا وبعد غد هي لاستصدار التوصيات التي تحدث عنها جلالة الملك، والتي سوف تؤطر العمل الحكومي في مختلف مجالاته المرتبطة بهذا القطاع يعني في السنوات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. وتروم هذه المناظرة الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959 فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، كما أنها تمثل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب. المناظرة اللي غتركز الأشغال ديالها على 5 محاور. المحور الأول هو الحق في الصحة، الدستور الجديد ديال يوليوز 2011 المادة 31 اللي تنص على الحق في الصحة، الولوج لخدمات الصحة والتغطية الصحية والأدوية إلى آخره. المحور الثاني هو التغطية الصحية الإجبارية، وخاصة الشق ديال التغطية الصحية الشاملة لا كوفيرتور سانيتير يونيفرسيل، وهنا تطرح مشكل التمويل ديال القطاع الصحي. المحور الثالث هي الحكامة الجيدة، الحكامة الجيدة اللي تتركز على جوج نقط. النقطة الأولى هي سن سياسة جهوية فيما يخص الصحة المنظومة الصحية، وثانيا خصنا نشوفوا الأدوار التكميلية بين القطاعين العام والخاص. المحور الرابع هي اليقظة والسلامة الصحية والأدوار ديال الدولة، شنو هما أدوار الدولة في هذا المجال. وأخيرا المشكل العويص المزمن هو النقص الحاد في الموارد البشرية، اللي غيكون نقاش عميق في هذا الميدان هذا باش ربما إن شاء الله يا ربي نوصلوا يعني شي نتيجة. ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد والحكامة في أنظمة الصحة ورهانات التغطية الصحية وتحدي نقص الموارد البشرية الصحية.